شو في قرار متهور من الحكومه يعني. بس مفروض ما فيش دعم اصلا على الموضوع هذا، لانك انت بتدعم مش المواطن الليبي بس، بتدعم جميع السكان، وهذا غلط. لا يزال قرار رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا واستبداله بالنقد محل رفض وتأييد، فما هي أسباب الرفض؟ ولماذا يدعم بعض المواطنين هذا القرار؟ مفروض ما فيش دعم أصلاً على الموضوع هذا، لأنك أنت بتدعم مش المواطن الليبي بس، بتدعم جميع السكان، وهذا غلط. إحنا مثلاً زي ما نعدوا بنسافروا في دولة تانية نلقى روحنا ندفع في الغاز وندفع في كل شيء بالسعر، وإحنا ما عندناش ليه مثلاً تكلفة. مثلاً زي المقيمين، أبسط مثال في تركيا، يدفع على الغاز ويدفع على المي يدفع على الضي يدفع على كل شيء. فعليش احنا هنا اللي يجوا يسكنوا عندنا؟ احنا هنا تلقاهم ياخذوا زينا زيهم، ما تجيش. دي اول حاجه. ثاني حاجه موضوع التهريب. موضوع التهريب، لن يقف التهريب الا بين رفع الدعم عن السلع، عن السلع مثلا النفط وكذا، الغاز والواحد. انا معاه، لكن بشرط انه يعطي للمواطن، قصدي يخصوا قيمه للمواطن، مش هم بيرفعوا الدعم كويس، خليه يعني يعطوا المواطن قيمة باش يقدر، قصدي يعبي بال بنزينة ويشري بها، خير ما تقعد هيك يعني. والله اللي كانوا بيرفعوا الدعم على المواطنين هم يعني، ما نكذبش عليك، انت شفت الدعم اللي يرفعوه على السلع التموينية، ما فيش أي إجابة لأي موضوع. يعني لما زدت ترفع الدعم على الوقود أنت والمحروقات، أنا أرى أنت خششت المواضيع في مواضيع تانية، أرى زدت أزمت الموضوع أكثر من ما هو متأزم. يعني أنت تشوف الوقود لما يبدأ فيه عزز فيه، شوف الازدحام اللي يصير على الوقود، يا بال انت تبي ترفع الدعم على المحروقات والوقود. انا غير صحيح الموضوع. نعتقد ان رفع الدعم ايه او لا، هذا قرار تتخذه حكومه تكون منتخبه، يعني مش حكومه ثانيه. يكون لما يكون وضع ليبيا عندها برلمان ثابت وعندها حكومه ثابته، هذاك يكون استفتاء الشعب حتى هو ليه اكيد ليه دور، انه هو في النهايه المعني بها. يعني هذه الدوله، يعني هذه الدوله، يعني الدوله هي مقصود بها الشعب. يعني تشظي اراء المواطنين بين الدعم والرفض لم يختلف كثيرا عن مواقف بعض خبراء الاقتصاد، الذين اعتبروا ان رفع الدعم عن المحروقات او استبداله بالدعم النقدي سيكون له اثر عميق على الاقتصاد. استبدال الدعم، انعكاسات تخص الاقتصاد الليبي سوف ينعكس ذلك على الميزان التجاري بالدرجة الأولى، لأنه سوف يوفر عدد من الوحدات النقدية من العملات الصعبة، وأيضا ينعكس على المستوى المحلي بحيث أنه سوف يوفر عدد من الوحدات النقدية من العملة المحلية فيما يخص الميزانية العامة للدولة، ويذهب هذا الدعم إلى الأسر بشكل مباشر. لكن هذا الانعكاس يكون إيجابي في حالة أن هناك أرقام صادرة عن لجان مختصة وعن خبراء وعن معرفة، وليست صادرة عن جهات ذات الطابع الإداري والوظيفي فقط. في رأيي أن رفع كامل وفجائي للدعم سيسبب انعكاسات اقتصادية سيئة، بما فيها احتمال ارتفاع كبير في التضخم، كذلك تدهور في الصناعات المحلية التي تعتمد على ميزة الطاقة الرخيصة بما فيها الصناعة الزراعية، هذا فضلا عن عدم إمكانية فرض الأسعار الجديدة بالقوة، حيث ستزداد عمليات سرقة الكهرباء مثلا وحتى سرقة المحروقات نفسها، في ظل وجود حماية كافية في ظل عدم وجود حماية كافية لخطوط نقلها عبر البلاد. استبدال الدعم السلعي بالنقد مقترح وزارة الاقتصاد، هل يكون حلاً فعالاً؟ وكان وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قد قدم من جهته عدداً من البدائل المطروحة لاستبدال دعم المحروقات، وفي مقدمتها الدعم النقدي أو الرفع التدريجي لسعر المحروقات وتقديم فرق السعر نقداً للمواطن، أو منح بطاقة مدعومة للمواطن بما يعادل 300 لتر شهرياً، بدائل لا تزال حكومة الوحدة الوطنية تتداولها حتى اللحظة. فما هو رأي الخبراء في هذه المقترحات؟
مقترحات وزارة الاقتصاد مبنية على بعض المؤشرات المهمة والأرقام المهمة، ولكن هذه المقترحات في اعتقادي ليست كافية، بمعنى أن المقترحات فيها بعض الجوانب المنقوصة، لأن نحن نتكلم عن جانبين. الجانب الأول فيما يتعلق بسلوك المستهلك في الاقتصاد الليبي، اللي هو الميل الحد للاستهلاك، أيضا ميل خط الميزانية ودخل الميزانية، وأيضا حساب مستويات الأجور الحقيقية لبعض المناطق في الاقتصاد الليبي حتى تتم المعالجة دون أثار اقتصادية وخيمة، دون مشاكل اقتصادية وخيمة، خاصة في ظل الظروف الحالية وفي ظل الانقسام السياسي الذي يحصل الآن. فإذا المقترحات بشكل عام هي مقترحات رقمية وليست سلوكية، ولكن نحن ندعم أي مقترح الآن في هذا الاتجاه، وهذه المقترحات حتكون زي ما هو مكتوب لديهم، هي مقترحات ليست متكاملة في ظل عدم التنسيق مع السياسات الموجودة. في الحقيقة أنا لا أظن أن التفكير وراء إصلاح سياسة إصلاح الدعم يجب أن تكون مدفوعة بحافز شراء ذمة الليبيين عليه، فإن التفكير في التحويل النقدي لإسكات الأفراد عن سياسة رفع الدعم إذا ما حدث هذا هي سياسة في الحقيقة خاطئة، لأنه بذلك حيحتم على أجهزة الدولة أو ستسن أجهزة الدولة السابقة بأنها يجب أن تكافئ الأفراد عندما تحاول فرض أي سياسة إصلاحية. وفي حالتنا هذه إذا كانت الحكومة قادرة على التعويض من ناحية النظرية في موضوع المحروقات نتيجة أن في فائض سيتم يعني ستحصل عليه من موضوع إلغاء الدعم أو تخفيض الدعم، فهناك سياسات أخرى كثيرة يعني ستعجز الحكومة فيها عن شراء سكوت المواطن. استبدال دعم المحروقات بالنقد، هل يوقف نزيف تهريب؟ تهريب الوقود معضلة تعاني منها ليبيا لسنوات، ورغم محاولات تحصين الحدود وتكثيف الرقابة يتواصل نزيف التهريب، فهل يمكن أن يسهم رفع الدعم في إيقافه؟ طبعاً موضوع التهريب والدعم وكذا هو معالجة جزئية زي ما نقوله، مش معالجة متكاملة، ولكن هي تخفض بعض من هذه الأثار. لكن المعالجة الحقيقية اللي هو في ظهور هيكل اقتصادي جديد، اللي هي في إنشاء صناديق استثمارية خاصة بالإنتاج والمصافي. بالنسبة للتهريب سوف يكون جزئي وليس كامل، لأن ملف التهريب يحتاج إلى معالجة كاملة، وقلناها من قبل يا ريت يتحول التهريب إلى إنتاج وتصدير يعني من ليبي، مع الشيك بالتهريب اللي بيدير مصفافي ليبي تفضل مستثمر يدير المصفافي وناخذوا عليه الضريبة بتاع المصفى وانتاجه ويبيع لافريقيا. نحن بوابه افريقيه لابد من استغلالها، يعني هناك نقيض في الاقتصاد الليبي، تجد وزير الاقتصاد يقول لك نحن بنفتح سوق في ليبيا، ووزير النفط يقول لك نفتح سوق في ليبيا، وفي نفس الوقت يعارضون انفسهم. يعني المصافي في ليبيا مفروض ان اكثر من 5 مصافي عندنا لانتاج البنزين والمحروقات وكذا وانتاجها وتصديرها لدول افريقيا ودول الجوار، لكن للاسف في ظل وجود الميزه النسبيه لدى الليبيين لكن لا يتم استغلالها بالشكل الامثل، وهذا اسوا نظام اقتصادي عالمي ممكن نشهده في الوقت الحالي. بالنسبه لموضوع التهريب فهو موضوع شائك جدا الحقيقه. التهريب اليوم في ليبيا لديه بنيه تحتيه جاهزه، لذا فان عصابه التهريب يمكنها بكل سهوله أن تهرب أي كميات من الوقود سواء كانت صغيرة أو كبيرة وبطرق مختلفة. تقدر تهرب الوقود المسروق، تقدر تهرب حتى الوقود اللي ينتج عن فروقات السعر. يمكن إذا كان تم رفع سعر الوقود نتيجة يعني تخفيض الدعم هذا سيخفض من أرباح المهرب، ولكن من الصعب جدا في رأيي تصور اختفاء حافز الانتفاع من فروقات الأسعار.
مخاض متواصل تعيشه ليبيا منذ الإعلان عن مشروع رفع الدعم عام 2016، فيما لا يزال الجدل قائماً حول هذا الموضوع مع حكومة دبيبة التي تحاول بدورها تطبيقه. فإلى متى سيتواصل هذا السجال المفتوح في ليبيا؟